بسم الله الرحمن الرحيم. يؤت الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. صدق الله العظيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، نرحب بالأستاذ الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة، وإحنا يعني هي الجامعة جامعته والمكان مكانه، فهو دايما يعني معانا في كل الاحتفالات، وهو دايما المصباح المنير والمضيء لنا، ودي حقيقه يعني، وهتلتمسوا كده ان شاء الله في خلال الدراسه بتاعتكم، واكيد طبعا ذكراه طيبه، واكيد طبعا الفيدباك بتاع الدكتور احمد عزيز كرئيس جامعه واصل لديكم كلكم جميعا. ف يعني لا يألو جهدا في خدمة العملية التعليمية وخدمة الجامعة عامة وكلية الطب والمستشفى الجامعي الخاصة. دكتور أحمد تليفونه شغال 24 ساعة، الواتس بتاعه شغال 24 ساعة، وهو بيجي من الصبح بيقعد لغاية الضلمة اللي بتدخل، وبالليل بيجي تاني، ودايما بيسمع لكل كبيرة وصغيرة، ودايما عنده علم بكل ما يدور في الجامعة من أول العامل والمريض في مستشفى الجامعه لغايه استاذ وعضو هيئه التدريس في الكليه بس، لا وكل الكليات كمان. فيعني الجامعه محظوظه، عشان كده الجامعه بتلاقي ازدهار حاليا. جامعه سوهاج من الجامعات اللي هي طالعه تصنيف عالميا من الجامعات المتقدمه والمصنفه عالميا، وسبقت جامعات ثانيه اقليميه بمراحل. يعني في جامعات قبل سوهاج انشئت مثلا بعشرات السنين، ولكن جامعه سوهاج حاليا في التصنيف العالمي سبقت كتير قوي من الجامعات دي. واحنا حتى لما بيجوا لنا اساتذتنا ونتقابل معاهم في جامعات اقليميه سبقونا يمكن ب 15 20 سنه، بيقولوا لنا ان انتوا اتطورتوا وانتوا احسن مننا، ودي حقيقه. والدكتور احمد حاليا دلوقتي يعني طالع بالجامعه مطلع يعني الحمد لله عالي جدا، فنشكره شكرا جزيلا، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى ان يدوم عليه الصحه والعافيه ويديله الصحه، ودايما يبقى معانا ان شاء الله في احتفالاتنا. انا زملائي الاعزاء اعضاء هيئه التدريس بالجامعه عامه وبكليه الطب خاصه دايما معانا برضو في كل المناسبات، واحنا عندنا في الجامعه هنا انشطه هتلاقوها على مستوى الطلبة وأنشطة حتى على مستوى الدراسات العليا متنوعة، والدكتور أحمد بيرعى كل الأنشطة اللي هي موجودة في الجامعة. أنا أرحب بحضراتكم كلكم جميعا، أرحب بكم أبناء الطلاب وبنات الطالبات في هذا اليوم الجميل، وأقول لكم أهلا وسهلا ومرحبا في كلية طب سوهاج. وده أنا عارف طبعا كان حلم ليكم من أول ما يعني يمكن من سنه اولى ابتدائي او من الكيجيهات، وكلكم عندكم طموح ان انتوا تبقوا دكاتره. قد تسمعوا ان زي ما كانوا بيقولوا لنا، انا كان عندنا استاذ في اسيوط كنا في اولى طب، وكان يخش يدينا محاضره ويقعد يقول لنا ايه يا جماعه مستقبل الاطباء ايه، كنا نرد وراه نقول مظلم. كان يخش محاضره وراه مستقبل الاطباء ايه، واحنا نقول له مظلم ونرد عليه ونقول له مظلم. شوف الكلام ده كان يعني من 87، شوفوا من كام سنه، واكيد بتسمعوها دلوقتي، ولكن انا بقول لكم ولا هو مظلم ولا حاجه، بالعكس هو مضيء جدا. ومستقبل الاطباء والطبيب يعني مش فلوس، ولا الطبيب ماده، الطبيب علم، الطبيب عمل، الطبيب جد واجتهاد، الطبيب ادب وذوق واخلاق، الطبيب ربنا سبحانه وتعالى يسر له وميسر له ان هو يتعامل مع اعظم ما خلق ربنا سبحانه وتعالى. ولقد كرمنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فربنا خلق كرم البني ادم، خلقه وكرمه، واعلى شيء في الوجود حياه البني ادم وكرامه البني ادم. فربنا سبحانه وتعالى لما يأمنك عليه ويضعك في المسار ده، هو كتير قوي كان يتمنى يدخل الطب طبعا، لكن لم يحالفه التوفيق. قد يكون
المسار اللي خلقه ربنا طبعا ليه او اللي راح فيه حاليا دلوقتي او هيروح فيه هو ده احسن له وانسب له، ولكن كان يتمنى ان هو يلتحق بكليه الطب. فكليه الطب كليه عريقه، كليه هنا كليه الطب في سوهاج فيها رموز مشهود لهم بالكفاءه، فيها امكانيات متوفره، فيها معامل كويسه، قد تجدوا بعض المعامل فيها بعض الحاجات اللي لسه ناقصه شويه او تحت يعني الترميم تحت التحديث. فان شاء الله باذن الله تعالى معانا معالي الرئيس يعني موفر لنا كل حاجه، بس هي مساله وقت بس، مقاول وقصص كده وفنيين واداره هندسيه والجامعه مفتوحه وفيها حاجات كتيره في كل كليه. فان شاء الله كليه الطب هتلاقوها ان شاء الله زي باقي الكليات اللي هي العريقه اللي انتوا كنتوا تتمنوا ان انتوا مثلا تبصوا لها. واحنا رحنا وزرنا وعارفين كل الكليات لدرجه معايا بنتي فالسنه اللي فاتت بتقول يا بابا انا ممكن اروح عند شمس القاهره، قلت لها والله يا بابا ما تفرق عن سوهاج وان شاء الله ترتاح في سوهاج. فاهلا بيكم جميعا، والنهارده احتفاليه واستقبال لكم من طلاب من اجل مصر. وطلاب من اجل مصر هي اسره او اكبر من اسره، هي كيان، وهي بتبقى على مستوى الجامعه موجوده في كل الكليات، ليها مشرفين في كل كليه وليها هيكل اكاديمي. طبعا كل ده تحت رعايه الاستاذ الدكتور احمد عزيز رئيس الجامعه. اي نشاط بيتم داخل الجامعه هنا هو تحت رعايته، بياخد بيه خبر، هو بينظم له قبلينا، هو بيضع النقط على الحروف قبلينا، زي ما الرئيس السيسي لما بيقعد في اجتماع بيقولوا له احنا هنعمل مدينه جديده، فبيسالهم بقى المدينه دي فيها ايه والبيزكس بتاعها ايه، وحتى بيسال عن كل كبيره وصغيره، ازنجارد، المواصلات، الطرق، الظل، الظلال، الاسوار، الامن، الحراسه. فهو الدكتور احمد بيعمل كده معانا قبل ما نقول له احنا هنعمل، هيقول طب هتعملوا ايه وايه، عشان كده بنبقى جاهزين. فاي عمل بيتم داخل الجامعه تحت رعايه الاستاذ الدكتور احمد عزيز وطلاب من اجل مصر، هي أسرة زي ما بقول لحضراتكم أو كيان بيخدم الطلبة، بينمو قدراتهم، بيخلقوهم حتى لما بيكبروا ويتخرجوا ممكن فرص العمل، بيبقى في تواصل بين الطلاب وبين أعضاء التدريس، بتديك فرصة إن أنت تبقى واثق من نفسك، مش هقول لك تتجرأ، لا، تبقى واثق من نفسك وعندك كينونة وعندك كيان، بتعرف الكبار، بتعرف تتعامل معاهم إزاي، لما بتتخرج الكلام ده حتى مش في الطب بس، حتى في كل الكليات، لما بتتخرج بتعرف تاخد فرصة وسط زمايلك أحسن، بتعمل أنشطة على مدار العام، ما أنشطة رياضية ودينية وثقافية واجتماعية، هي وسطية، هي يعني بتحافظ عليكم وبتحافظ على الشباب من يعني يبقى مشتاقين. يعني احنا لا ندعو إلى الطرف والمغالاة في الفرح والأفراح، وفي نفس الوقت ندعو إلى التشدد. فهي طلاب من أجل مصر وسطية، وهتلاقوا بتقدم لكم خدمات كويسة على مستوى العام، من ورش عمل، من دورات تدريبية، من ازاي تعمل برزنتيشن، ازاي بقى في زمايلنا في الكليات التانية اللي هي كليات اللغات ممكن بييجوا بيعلموكم بقى لغات زي الانجليش، بينموها فيكم وطوروها، لو عايز لغات تانية اسباني او فرنساوي. فطلاب من اجل مصر هو كيان يعني بيساعد الطلبة، واهلا بكم جميعا، ولا اطيل عليكم، ونحن كلنا مشتاقون الى كلمه الاستاذ الدكتور احمد عزيز رئيس الجامعه، والسلام عليكم ورحمه الله.